استقبلت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب رشا راغب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا. تناول اللقاء الاهتمامات المشتركة بتطوير برامج تدريبية للشباب والمرأة وضرورة ربطها بقضايا التغير المناخي في ظل الدور المصري في التوعية بقضايا التغير المناخي على مستوى مصر والقارة الإفريقية وتنظيمها لفعاليات مؤتمر المناخ هذا العام COP27. وتم الاتفاق أيضا على عقد اجتماعات متعددة لتعظيم مجالات التعاون بين المؤسستين.